as a mom, as an influencer, as a public figure, I have so many followers on Instagram and I can't stay silent. I'm sorry. Balenciaga. ما زالت قضية بالانسياغا تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي والعناوين الصحفية، وما زال النجوم يتفاعلون مع القضية. وكان آخر النجوم ريم السعيدي التي عبرت عن غضبها بطريقتها الخاصة من فضيحة بالانسياغا بسبب الدعاية الأخيرة. وفي التفاصيل، قامت ريم السعيدي بمشاركة فيديو عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيه وهي تمزق حذاء من ماركة بالانسياغا، وهي تقول: كأم ومؤثرة وشخصية عامة ولدي العديد من المتابعين على إنستغرام، لا أستطيع أن أبقى صامتة. وكتبت تعليقا على الفيديو: كيم كارداشيان، أنت دورك، أتحداك بأن تقومي بنفس الشيء. وتضامن العديد من النجوم مع ديم، منهم منى ذكي التي شاركت الفيديو عبر ستوريز وعلقت عليه بما معناه: لن نشتري أبدا من هذه العلامة التجارية. وسام بريدي زوج ريم السعيدي نشر فيديو عبر تويتر وقال فيه أن هناك بعض الشركات مثل بالنسياغا لا تعمل في مجال الأزياء، إنما هي تنفذ أجندات معينة مثل تغيير الذهنية لقبول بعض المواضيع الغير مقبولة في المجتمع. بدورها أسيل عمران كتبت: زمان اللي كان يستخدم هذه الصور يسجن كمتحشر أو راغب بالأطفال، أما اليوم مريضة مقززة مثل هذه صارت مصممة وفنانة، واللي يخوف أكثر المؤيدين لها والله لسه متابعين. وكانت دار الأزياء الفرنسية بالانسياغا قد أطلقت حملة إعلانية يظهر من خلالها عدد من الأطفال الذين يروجون لمنتجات لا تليق بعمرهم أبدا، حيث عمدت هذه الدار على إعطاء الأطفال دببة يحملوها، وهذه الدببة ترتدي ملابس لها إيحاءات غير أخلاقية. وقد تعرضت هذه الحملة الإعلانية إلى انتقاد كبير بسبب أن المنتجات لا تليق بالأطفال.